موضوع اليوم من فنجان قهوة. كثير ناس بيسألوا أو بيستغربوا ليش الناس ما بتحترم الممرضين، والموضوع له أسباب كثيرة، له جذور كثيرة متشعبة ومتقاطعة وما بينلم بفيديو صغير زي هذا، لكن احنا راح نحاول نختصر قدر الإمكان. بالبداية خليني أقول كلمة مهمة، لو أنت محترم نفسك كل الناس بتحترمك. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت كممرض ليش بتيجي على الدوام بالشبشب؟ أنت كممرض ليش تقعد بالشهرين مش حالك شعرك؟ أنت كممرض ليش تتحمم كل 1000 سنة مرة وريحتك طالعة دائما؟ أنت كممرض ليش آخر كتاب فتحته كان 2004 وأي سؤال بتتسأل بتقول بعرفش؟ ما هو أنت قبل ما تقول للناس احترموني أنت لازم تحترم نفسك وتكون قد حالك. عمرك شوف الطبيب جاي على الشغل لابس صندل؟ عمرك شوف الطبيب جاي على الشغل مواصلات مش جايب سيارة خاصة؟ عمرك شوف الطبيب قال لك عزمني على قهوة أنا مش حامل فلوس؟ اشمعنى احنا بنرخص حالنا قدام الناس وبنرجع نزعل ليش ما بيحترمونا؟ من البداية وانت طالب في الجامعة ليش ما قريت كويس؟ انت وانت طالب لازم ما تقرأ بس عشان العلامة او عشان التخرج. في مقولة بتعجبني انه انت لا تقرأ لكي تنجح او تحصل على الشهادة، انت تقرأ لأجل اليوم الذي تكون فيه فاصلاً أو حاجزاً ما بين المريض وبين الموت. هون بتبين أنه أنت عندك ضمير ولا لا. لو عندك ضمير كان درست مظبوط وطلعت ممرض قد حالك وكان بتعرف تتصرف في هاي اللحظة. ادرس نظرة كويس وتدرب عمل كويس وتنساش ولا كلمة، لأنه كل كلمة رح يجي يوم وتتنفع منها. وعلى سيرة الطلاب والخريجين، لما تتخرج لا تقول أي إشي، المهم أخذ خبرة. هاي الكلمة سمعتها 100 مليون مرة في حياتي، أي إشي المهم أخذ خبرة. شو المشكلة لو أخذت خبرة وانت موظف؟ شو المشكلة لو أخذت خبرة وراتب بنفس الوقت؟ ليش الخبرة لازم تيجي مع الذل أو لازم تيجي مع العمل بدون مرتب؟ فهمني. المشكلة انه هذه العادة بلشت يعني تقريبا ب15 سنة او اكثر في بعض المستشفيات، انه بجيب شاب حديث التخرج مستعد يشتغل بدون راتب وبتشغله 3 اشهر او بتوقع مع عقد متدرب ل3 اشهر. المصيبة انه مش بيشتغل ببلاش، المصيبة انه بيدفع لهم عشان يوافقوا انه يتدرب عندهم. يعني الجامعة اقرت اني ممرض، النقابة سجلتني ووافقت على اني ممرض، انتوا افهم منهم وبتسموني متدرب. المهم بوقعوا مع عقد 3 شهور على أساس لو عجبهم بتثبت بصير ممرض دائم. يوم 89 بالضبط بيقولوا له أنت ما عجبتنا روح، وبيجيبوا واحد ثاني ينصبوا عليه. فلو كل إنسان اتخرج وإجا قدم قالوا له ما بنقبل إلا متدربين قال لهم أنا أرفض، كان بيعرفوا أن الله حق، كان بيعملوكم معاملة أحسن من هيك. بس أنتوا اللي خليتوا الناس ما تحترمكم. لو قال لك اشتغل متدرب قل له حبيبي انا معي شهاده من الجامعه ومزاوله من النقابه، مين انت تقول لي اتدرب عندك؟ زهقت التدريب 4 سنين. لما تتوظف في اي مستشفى اوعى تقول انا بخدم المريض او انا بقدم خدمه طبيه، اسمها مساعده او علاج. انت بتساعد المريض او بتعالجه، يعني هو بحاجتك مش انت بحاجته. لا تقول انا بخدم. وعلى فكره الرعايه اللي انت بتقدمها رعايه تمريضيه، الرعايه الطبيه يقدمها الطبيب فقط، فلا تحاولوا تتشعلقوا في الناس او تحاولوا تنسبوا نفسكم لهم. انت اسمك ممرض تقدم رعايه تمريضيه، كادر تمريضي، او اذا بدك تتكلم عن كل اللي بيشتغلوا بالمستشفى كادر الرعايه الصحيه. الكادر الطبي هم الاطباء فقط. نقطه ثانيه من ضمن الاحترام، انت برضو لازم تحترم زملائك قدام الناس، لا تنتقدهم قدام الناس. كثير بشوف ناس ليش أخرتوني، والله اللي بعتك عمل وسوى وقالوا هذا ولازم كتب هاي بالأول ولازم ختم هاي بالأول وعشان هيك أنت تأخرت. عمرك بحياتك شفت طبيب بينتقد طبيب؟ لو أي طبيب قال للمريض تشخيصك كذا وقال له أنا رحت على طبيب ثاني وقال لي تشخيص ثاني، راح أقول له أنا ما بقدر أعلق عليه، بضل اسمه زميلي. لكن إحنا التمريض ما شاء الله واقعين ببعض من يوم الله بخلق الدنيا. اي واحد بغلط بقول له مش مشكلتي هاي غلطة الطوارئ، مش مشكلتي هاي غلطة العمليات، يا عم استر على الناس. قول له انا بتكلم بينه وبينه بشوف الحق عمين وبحل لك اياه، انت الك يجيك الدواء، انت مشكلتك انه بدك تطيب، على مين الحق هاي مش مهم. لما تتعين في مستشفى
لا تتعامل مع الطبيب على انه هو السيد وانت الخادم. فقصة امرك حكيم، تحت امرك حكيم، انت بتأمر يا دكتور، هاي سيبوكوا منها. الاطباء قبل اي شيء زملائنا واخواننا وعلى عين وعلى الراس، لكن انا وياك شغالين في مكان واحد، ما بصير اقول لك يا سيدي. وبرضه لا تتعامل مع الهيد نيرس او السوبرفايزر على انه سيدك وانت الخادم عنده. امرك معلمي، اللي بدك يا معلمي، شو قهوتك معلمي، وسط ولا ساده؟ شو بيرفع الضغط؟ ما علينا. من ضمن الاحترام برضو، انت لو كنت رئيس قسم او سوبرفايزر لازم تكون قد حالك وتدافع عن الموظفين اللي بيشتغلوا في قسمك. يعني لو كان في مشكلة والحق معي، لا تجي تقول الحق علي، يفصلوك احسن ما يفصلوني انا، لا، بدك توقف معي. اكثر نقطة بترفع الضغط، ليش التمريض ما بيتفقوا على رأيي؟ لو رحت على اي مستشفى بتلاقي الصيادلة نفس الرأي، وبتفقوا مع بعض، وبقسموا الدوام، وداخلين جمعيات مع بعض، وزوروا بعض، والدوام ما فيش اي مشكلة، المختبر نفس الاشي، الاشعة نفس الاشي، الا عند الممرضين. الواحد بغلط الغلطة، الناس اللي في بلجيكا بتعرف، فاضحين حالنا وين ما نروح، وبنقول ليش الناس ما بتحترمنا. من ضمن احترامك لنفسك، ما في شيء اسمه acting charge nurse او acting head nurse، يعني بالعربي قائم باعمال رئيس القسم او قائم باعمال مسؤول الشفت. يا بتشغلني head nurse يا بتخليني ممرض عادي، لانه في فرق بالراتب مش قليل. وما دام انت مقتنع انه انا بنفع head nurse، لا تخليني سنتين وثلاث واربع acting head nurse وبس تقتنع اني بنفع هيد نيرس تخليني هيد نيرس بعد ما تكون وفرت على ظهري آلاف مؤلفة. وانا بستغرب من الناس اللي بيصبر سنتين وثلاث واربعة وهو acting charge nurse. انت عارف هالثلاث سنين قديش فرق الراتب بين النيرس العادي والcharge nurse، ضحكوا عليك ووفروا على حالهم. فمن البداية بدك تعطيني job description اعلى، بدك تعطيني راتب اعلى. من ضمن احترامك لنفسك برضو، المرتب مش اهم من كرامتك او صحتك او حالتك النفسية او ضميرك. اتذكر هذول الاربع كويس. فلو كان اي انسان بضايقك بلا مرتب بلا هم، بقعد في البيت ولا واحد يرفع لي ضغطي. لو كان واحد جايب لي اكتئاب او المستشفى كله على بعضه جايب لي اكتئاب، اقعد في البيت ولا يصير فيه ايش، انجلت وانا قاعد. لو كان في واحد بده يقلل من قدري وقيمتي واحترامي لنفسي، لا، اقعد في البيت ولا اشوف هالاشكال. وهي الكلمة اللي أنا دائما بقولها وكررتها أكثر من مليون مرة، لو المكان مش عاجبك بكل بساطة استقيل. لا تقول ما هم بيعملوا بيسووا ورفعوا ضغطي وجابوا لي الجل، لا يا حبيبي، المكان مش عاجبك اتركه. هذا الكلام كله جوا البلد، لكن لما يصح لك مقابلة لمستشفى برا البلد، مشان الله لا تتجمهروا ولا تتجمعوا ولا تضلك كل يوم تبعت لهم إيميل شو صار معكم، ولا تروح على مقابلة أنت أصلا مش مدعو لحضورها. يعني الناس برا بفكروا ان احنا شحادين. وصارت كل سنة العروض والرواتب بتقل شوي شوي، لدرجة انه بقول لك مش عاجبك بلاش، في مليون غيرك بيجوا وبيترجوا، وحتى لو اول شهرين بدون راتب بسكتوا. فانتوا بطيتوا روسنا بين العالم، انتوا فضحتونا بين الخلق. انا بعرف ناس راح على 20 و30 مقابلة ولا واحد كان مدعو الها. وعلى سيرة السفر، لما تشتغل برا لا تكمل بنفس الطريقة اللي كنت عليها في بلدك. برا لا بيعرفوا هز ذنب، ولا بيعرفوا منافقين، ولا بيعرفوا عصفورة المكتب. تشتغل صح بيقولوا لك شكرا، بتشتغل غلط مع السلامة، حتى لو بتموت من الجوع انت وولادك. فلا تفكر انك لما تروح لجون ولا كريستين تقول لهم شو قهوتك معلمي، راح اقول لك عادي تعال بكرة متأخر ساعة. برضو من ضمن احترامك لنفسك، لما تتعيد ونفسك مفتوحة بدها تظل مفتوحة. لا تقلد الكل وتقصر لانه الكل مقصرين، ولا تشلفق لأنه الكل مشلفقين، ولا تقعد بدون ما تعمل إشي لأنه الكل ما بيعمل إشي. إذا أنت عندك ضمير اشتغل بضمير. بنفس الوقت ابتعد عن كل شيء يقلل من مروءتك واحترامك لنفسك. ابتعد عن النفاق، ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الحسد، ابتعد عن نقل الكلام، عن الغيبة، عن النميمة، عن أي شيء من خوارم المروءة. من أكثر النقاط اللي بترفع ضغطي لما يكون بني آدم بيشتغل في مستشفى مع مدير او رئيس قسم زي الزفت، ويترك المستشفى ولسه بيهز له ذنب. بتلاقيه كل ما نزل صوره على الفيسبوك بعطيه 15 لايك، بكتب له تعليق من 100 سطر، انت كويس، انت مليح، احنا ندمانين انه سبناك، انت احسن رئيس قسم شفته بحياتي. يعني واحد عمرك ما راح تشوفه، ليش لحد الان بتهز له ذنب؟ انا مش فاهم. ما في اشي اسمه هذا المكان اكلت منه عيش وهذا المكان كان يعطيني راتب.
انت لو قاعد بترقص على التيك توك راح يجيك مصاري، ما عملوش اشي معجزة يعني. برضو لا تظلك تتشكون وتظلك نايم بالبيت ومستني انه حقك يجيك لحد عندك. لما نقول لك ليش المهنة وضعها زي الزفت، راح تقول لي ما هم الناس بيعملوا، المرضى بيعملوا، الزوار بيعملوا، النقابة مش نافعة، الوزارة مش نافعة. حضرتك شو عملت؟ عمر بن الخطاب بقول لك ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. بدك تاخذ نتيجة، قوم اشتغل. بالنسبة للنقابة اللي ما حداش راضي يدفع لها، ما في كيان في الدنيا او رابطة او نقابة بالعالم تكتسب القوة بدون العنصرين الرئيسيين اللي هم العدد والمال. انا عندي 30,000 ممرض في الاردن، منهم 22,000 مش مشتركين بالنقابة. كيف بده يكون لك صوت؟ رقم اثنين، يمكن 7,000 أو 8,000 اللي مشتركين بالنقابة، يمكن منهم 6,000 صار لهم 10 سنين ما دفعوا قرش للنقابة. لو انت شايف انه المجلس الحالي نصابين، انتخب ناس بيعرفوا ربنا، هاي مش مشكلتك. تخيل لو كل ممرض في الأردن وخارج الأردن اشترك بهاي النقابة ودفع بانتظام، بدل ما هي معها مليون ولا مليونين دينار صاروا 50-60-70 مليون. شو المشاريع اللي بتقدر تعملها؟ قديش بتقدر تعطيك قروض؟ قديش بتعمل لك اسكانات؟ قديش بتقدر تنفعك؟ ولما يكون في ايدها اصوات 30,000 غير لما يكون في ايدها اصوات 1,000 أو 2,000 شخص. فهذه النقاط يا ريت تحطها ببالك وتعرف بس ليش الناس ما بتحترمنا. 95% من اسباب عدم احترام الناس للتمريض والممرضين سببها انه الممرض نفسه كفرد مش محترم نفسه، واحنا كجماعة ما في بيننا اي نوع من انواع الترابط او الاحترام او التعاون. فلو قلت ممرض يعني بني ادم بفهمش، شكله بقزز، ريحته طالعة، ما بينفع على اشي، كل اللي درسوا نساء. ولو قلت الممرضين هم مجموعة من البشر بكرهوا بعض، نقابتهم مش عاملة اشي، كلهم بس بتهموا بعض بالسرقة وما بينفعوا على اشي. الطريق طويل، الطريق صعبة، لكن انت بتقدر. حاول باي طريقة انه تشارك فيه الفترة الجاي، انك تحبب الناس بالمهنة وتعطيهم وجهة نظر احسن عن هذه المهنة، وراح تشوف الفرق بعينك. لكن زي ما قلت لك، لا تستنى انه الدنيا تنصلح وانت نايم. احنا شعب بحب التعميم، ولو شفت 1000 ممرض في حياتي كويسين وواحد عاطل، راح اقول كل الممرضين مش كويسين. لو نسيت اي نقطة ذكروني تحت بالكومنتات، واذا عجبك هذا الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، والسلام عليكم ورحمة الله.